المادة 2 والمادة 3 وكل المواد هتتغير بدستور، يبقى اساسه ان احنا هنرفع راسنا زي اي واحد، محدش هيطلعنا موت من الدرجة التانية، محدش. النهارده طلع رئيس حزب الجبهة أسامة الغزالي حرب بيطالب رسميا بالغاء المادة الثانية من الدستور الآن في وسط اللي احنا فيه ده كله، وطالع يقول لك اللي لسه جاي ولسه بيشد الكرسي ويقعد، واللي لسه في البلكونة بيقرا الفاتحة، واللي بيعمل كوباية شاي، واللي يعني كان ايه وكان ايه. الشباب اللي هو حزب الجبهه الوطنيه اللي هو بيرأسه الدكتور اسامه الغزالي حرب، ويعني يمكن بقى سر ما بقاش سر، الممول الاساسي لهذا الحزب منذ نشأته لحد دلوقتي هو انا. تعالى يا حبيبي، تعالى لي، تعالى الجد على رأي محمد صبحي يعني. تعالى يا حبيبي، تعالى لي، تعالى الجد على رأي محمد صبحي يعني. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين.